شق صفوف الجيش الأوكراني بكمائن لم يعرفها حلفاء الناتو من قبل. ألقى الناصر بيرا، عجوز سوفيتي نفذ مهام عجزت عنها أضخم المجنزرات، واحد من أصغر المدافع المقطورة في العالم، يرقبه حلف الناتو بقناص الدبابات، فقذائفه يستحيل أن تخطئ هدفها. أمير الغابات السوفيتي شق صفوف الجيش الأوكراني بكمائن لم يعرفها حلفاء الناتو من قبل. عجوز سوفيتي فاجأ الغرب بدقة ضرباته ونفذ مهام عجزت عنها أضخم المجنزرات، تحفة عسكرية استعادت شبابها وقوتها في ميدان الحرب الأوكرانية. في هذه الحلقة من ملفات نكشف لك عزيزي المشاهد أسرار القناص العجوز رابيرا، أقدم أسلحة بوتين التي أذلت جيش زيلينسكي. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. قناص عجزت أوكرانيا عن ردعه. يستخدم مدفع رابيرا ذخائر من عيار 100 ملم على عكس بقية المدافع السوفيتية التي تستخدم ذخائر من عيار 122 أو 155 ملم، ولهذا تفسير منطقي، فالمدفع أساسا مصمم لدخول الميادين الضيقة كالغابات والمناطق الصخرية وللعمل على خطوط القتال المباشرة التي لا تتمتع بتحصينات ضخمة، وبالتالي فإن قذائفه ستتناسب مع حجمه ومع طبيعة المهمة القتالية ذات المسافات القريبة. يعتبر رابيرا واحدا من أسرع مدافع الهاوزر على الإطلاق، فبإمكانه إطلاق 14 قذيفة في الدقيقة الواحدة، وهو رقم أعلى من المعدلات القياسية بنحو 60%. ويستطيع إطلاق القذائف من زاوية منخفضة تبلغ ناقص 10 درجات وحتى ارتفاع 25 درجة. وهنا يجب التنويه إلى أن هذا النوع من المدافع يعتمد آلية التسديد والإطلاق المباشر نحو الهدف، أي بشكل مستقيم وليس بشكل شاقلي أو قوسي كما مدافع الهاوزر الأكبر أو مدافع الهاون. وأساسا يعتبر المدفع بندقية عملاقة، ويتراوح مدى نيرانه بين 10 و15 كيلومتر بحسب نوع الذخيرة والحشوة الدافعة لها. ذخائر القناص رابيرا، كيف أذلت أوكرانيا؟ كما ذكرنا قبل قليل، فإن ذخائر رابيرا من عيار 100 ملم وطول القذيفة 61 سنتيمتر، ويتراوح وزنها بين 19.4 و24 كيلوغرام، وتبلغ سرعة القذيفة 1550 مترا في الثانية الواحدة. وتأتي ذخائر رابيرا من نوعين فقط، الأول قذائف الحشوة الجوفاء التي توجه انفجارها نحو قطعة معدنية على شكل مخروط لينصهر تحت ضغط الانفجار الموجه نحو نقطة محددة، مما يولد نفاثا قويا مندفعا بسرعة كبيرة في اتجاه موجة الانفجار فينتج عنه اختراقا للهدف. ويستخدم هذا النوع لتدمير دروع الدبابات وناقلات الجنود، ويستطيع اختراق 23 سنتيمتر من الفولاذ الصلب أو 80 سنتيمترا من الخرسانة. أما النوع الآخر فهي الذخائر التقليدية. الجيل الأول منها لم تعد تستخدمه روسيا، واستعاضت عنه بقذائف تؤدي ذات الوظيفة القتالية، لكنها موجهة بالليزر وتتميز بدقتها العالية في إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء. يحتاج هذا النوع من الذخائر لمصدر إشعاعي ليزري، ويمكن تسديد الإشعاع من منظار أرضي أو من الطائرات المسيرة التي أصبحت خلال العقد الأخير جزءا أساسيا من أي منظومة قتالية. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي. يبلغ طول المدفع 9.16 متر بعرض 1.8 متر وارتفاع 1.5 متر، وبوزن إجمالي يصل إلى 2700 كيلوغرام فقط.
لذلك والأصغر والأقل ارتفاعا والأخف وزنا، ما يمكن طاقمه من تربيضه في أي مكان مهما كان ضيقا وضمن أي تحصينات تعيق استهدافه. يحتاج المدفع لعربة لجرة، وغالبا مركبات أورال 375 سداسية الدفع والتي يمكنها عبور المنحدرات والمرتفعات والأنهار وكافة التضاريس الصعبة مع حمولة تصل إلى 100 قذيفة. تستطيع المركبة السير بحمولتها الكاملة على الطرق الممهدة بسرعة تصل ل60 كيلومترا في الساعة، وفي المناطق الوعرة بسرعة لا تقل عن 15 كيلومترا في الساعة، ويمكنها التحرك ضمن نطاق 400 كيلومتر. ويحتاج المدفع لطاقم مؤلف من 6 أفراد، هم قائد الوحدة المدفعية والمسدد والرامي وجنديين لتذخير وسائق المركبة. كيف يعمل رابيرا؟ لا يمتلك رابيرا أي هندسة هيدروليكية أو تقنية كالتي تأتي بها مدافع الهاوزر الحديثة، حيث يقوم الطاقم بتحريك المدفع وتوجيهه ميكانيكيا عبر أقراص دوارة ومساعدات حلزونية. أما نظام التسديد فهو تقليدي للغاية، حيث يضطر الطاقم لتثبيت نظمات ومقاييس مسافات واتجاه وانحدار لتوجيه المدفع نحو هدفه، إضافة لحل النشرات الجوية وأخذ القياسات لدرجة حرارة الطقس ودرجة حرارة الذخائر وسرعة الرياح واتجاهها، فكلها عوامل تؤثر في مدى ودقة الرماية. وبالعموم يستغرق طاقم المدفع نحو 14 دقيقة لتجهيزه لإطلاق أول قذيفة، و3 دقائق لتغيير محوره والتصويب نحو هدف آخر، وهذه الفترة الزمنية تعتبر قصيرة للغاية قياسيا بالفترة التي صنع بها المدفع، لكنها تعتبر طويلة ويعتبر المدفع بطيئا للغاية وفق معايير حروب وأسلحة ومدافع القرن 21. رابيرا سفاح الحرب الأوكرانية. بثت وسائل إعلام روسية العديد من مقاطع الفيديو لعمليات رابيرا، وركزت على قدراته في إصابة الأهداف المتحركة كناقلات الجنود الأوكرانية والمدرعات، ومعظم المقاطع ملتقطة بواسطة طائرات مسيرة هي ذاتها التي تسقط إشعاع الليزر للقذائف الموجهة. وبتحليل تلك المقاطع، فإن روسيا ركزت في استخدام مدفعها الصغير في خطوط القتال الواقعة ضمن الغابات أو على مقربة منها، كما أظهرت اللقطات المصورة أن الجيش الروسي استخدم رابيرا كسلاحا للكمائن النارية، إذ كان المدفع يختبئ ضمن أماكن من الصعب اكتشافها أو استهدافها، ويسدد ضرباته تجاه التجمعات العسكرية بغزارة نارية وبدقة عالية. ويلاحظ في المقاطع التي بثتها روسيا أن جميع الأهداف حقق المدفع إصابات مباشرة لها كانت ضمن مسافات أقل من 10 كيلومترات، وغالبا هو المدى الأقصى لقذائف يوبيك 10 الموجهة بالليزر. ويرى مراقبون عسكريون أن روسيا لجأت لاستخدام المدافع السوفيتية في الحرب الأوكرانية لكونها مدافع رخيصة وذخائرها قليلة الكلفة وتناسب طبيعة المعركة وقدرات العدو، خصيصا أن الوضع الاقتصادي الروسي لا يتحمل خوض معركة طويلة بأسلحة وذخائر حديثة ومتطورة. التاريخ التشغيلي. دخل المدفع السوفيتي MT-12 في الخدمة في العام 1961، أي قبل 62 عاما، وصنع منه أكثر من 2000 نسخة، نحو نصفها جرى تنسيقه لدى العديد من الجيوش. تستخدم روسيا حاليا 400 مدفع منه، وأوكرانيا نحو 50 مدفع، معظمها أجريت لها عمليات صيانة عديدة ولا تتمتع بكفاءة المدافع التي تستخدمها روسيا، والتي أصبحت ذخائرها موجهة بالليزر. ويخدم المدفع في نحو 36 جيشا حول العالم، منها في المنطقة العربية الجزائر ومصر وسوريا والعراق واليمن والصومال، بينما تعتبر بلغاريا وكمبوديا وأرمينيا وتشيك وبيلاروسيا من أبرز الجيوش التي حافظت على استخدام المدفع السوفيتي حتى هذه اللحظة.
وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرات العجوز السوفيتي رابيرا؟ وهل يستحق البقاء في الخدمة بعد مضي أكثر من 60 عاما على دخوله للخدمة؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.